إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ونسألك اللهم برد اليقين وطمأنينة النفس وسلامة الصدر ونقاء السريرة ونعمة الإخلاص وبركة الصدق وطيب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. وبعد، حياكم الله تعالى وبياكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم مقراءة الإمام نافع. الليلة إن شاء الله تعالى سوف نأخذ أو نقرأ من سورة التوبة من الآية 25 وحتى الآية 33 برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ثم بعد ذلك نعلق على ما جاء في التلاوة من تنبيهات ومعاني وأحكام، ثم نأخذ مادة علمية قصيرة من كتاب الاستبرق في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق لشيخنا محمد نبهان حسين رحمه الله تعالى. نبدأ الآن إن شاء الله من سورة التوبة من الآية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي. لازلنا في الحديث عن سورة التوبة التي هي سميت أو كما سماها سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالفاضحة، لأنها كانت تفضح المشركين وتفضح المنافقين. في غزوة حنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم كان عدد المسلمين 4000 صحابي، 4000 صحابي، عفوا 12,000 صحابي، يعني عدد المسلمين 12,000، وكان عدد الكفار 4,000، يعني ضعفين، فانظر يعني 3 أضعاف، فانظر كيف أن عدد المسلمين كان كبيرا. فالمسلمون أعجبوا بهذه الكثرة وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعني لن يكون سبب هزيمتنا القلة، يعني أن عددنا قليل، يعني عددنا بفضل الله كثير الآن. فأعجبتهم كثرتهم. قال تعالى ربنا سبحانه وتعالى نصركم في يوم حنين وفي مواطن كثيرة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. في غزوة حنين في أول الغزوة انتصر المشركون وهجموا وضربوا ضربة رجل واحد، فكثير من المؤمنين فروا، وكانت المعركة شديدة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية، كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس مطلقا يعني. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وكان يقودها أبو سفيان وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني يجمع الصحابة رضوان الله عليهم. فوقف وقفة شديدة حتى رد عدوان المشركين وانتصر المسلمون. لكن الكرة الأولى كانت يعني كأنها تنبيه من الله سبحانه وتعالى لما أعجب المسلمون بقوتهم وكثرتهم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، يعني الذين كفروا عذبوا بالهزيمة، وربنا سبحانه وتعالى أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين فانتصروا في نهاية المعركة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، يعني الذين فروا أو كذا، يعني كما فر عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد وفروا في غزوة حنين، هم في النهاية بشر يعني، فربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم في غزوة أحد، قالوا ولقد عفى الله عنهم إن الذين تولوا منكم
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. يعني لما رأوا الهجمة من الكفار على المسلمين وأنهم سوف يقتلون استزلهم الشيطان، يعني ذكرهم بما كانوا يزلون فيه قبل ذلك ببعض ما كسبوا، فلم يريدوا أن يموتوا على المعاصي التي سبقت ولم يتوبوا منها فولوا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قد عفى عنهم. وهنا كذلك في غزوة حنين يقول ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يخبر أن المشركين نجس. النجاسة إما أن تكون حسية أو معنوية، فالنجاسة الحسية هنا نجاسة الكلب والخنزير أعاذكم الله وأكرمكم. ويعني يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فهنا يقولون إن المشركين نجاستهم نجاسة حسية، يعني هي كنجاسة الكلب والخنزير لما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا صافحت مشركا فتوضأ. لكن الجمهور على أن النجاسة نجاسة معنوية، نجاسة المشركين إنما هي نجاسة معنوية، يعني بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى واعتقادهم الفاسد، فلا يجب على المسلم إذا مس مشركا أن يتوضأ. فجعل هذه النجاسة المعنوية ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني ذلك العام الذي حذر فيه سيدنا أبو بكر من أن لا يحج لا يطوف بالبيت مشرك وعريان ولا يحج مشرك. قال وإن خفتم عيلة، يعني منع المشركين اللي هم من كل أرجاء الجزيرة أن يدخلوا مكة، هذا يصيب ربما التجارة والكسب والأموال، فهذا يصيب بالعيلة، العيلة اللي هي الفقر يعني. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد أغناهم الله سبحانه وتعالى، أغنى المسلمين لما صدوا ومنعوا دخول المشركين إلى مكة، أغناهم بالغزو بالغنائم وبالتجارة كذلك. قال وإن الله عليم حكيم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا الكلام بعد أن انتهى عن المشركين انتقل إلى الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فأمر بقتالهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لذلك في أحد الصحابة رضوان الله عليهم مرة قد جاء ومعه صليب من ذهب يلبسه، فقال النبي عليه السلام ألا أزلت أو هل أزلت هذا الوثن عنك؟ ثم قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فقال يا رسول الله إنهم لا يعبدونهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فيحرمونه ويحلون ما حرم الله فيستحلونه؟ يعني تحليل الحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا هو العبادة، فهؤلاء يفعلون هذا، فالمسلمون يقاتلونهم إذا كانت لهم شوكة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون فيما هم تحت راية المسلمين يأخذوا منهم الجزية. هذا طبعا في التشريعات التي تناسب كل عصر يعني. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. هنا انقطع من عهد بخت نصر، انقطعوا عن حفظ التوراة إلى عهد سيدنا عزير عليه السلام، لما سيدنا عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه، لما قام وهم لم يحفظوا التوراة قام فأملى التوراة من حفظه، فقالوا هذا يحفظ التوراة إذن هو ابن الله، هكذا قالوا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. إما أن هذا حجاج، يعني أنتم الذين قلتم، مثل أن تحاج في لهجتنا العامية المصرية يقول أنت قلت بعظمة لسانك، يعني أنت اللي قايل بلسانك، أو أنه يقول إن هذا قولهم بلسانهم وليس بأفئدتهم، يعني ليس لا ينم عن اعتقاده إنما هذا قول هكذا بألسنتهم. يعني يضاهون قول الذين كفروا من قبل، لما قال الذين كفروا قبل من قبل إن الملائكة بنات الله، حاشاه جل في علاه. قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني هذا دعاء عليهم.
هنا جاءت الآية التي هي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لما كانوا يحلون ما يحرم الله أو يحرمون ما أحل الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني حتى هؤلاء اليهود والنصارى هم مأمورين ليس بالتثليث بالآب والابن وروح القدس وغير ذلك، وإنما مأمورين أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا إله إلا هو، منزه عما يشركون به من الشبيه والنظير والمثيل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مثل الذي يريد يظن أن نور الله هذا هو عبارة عن شمعة إذا نفخ فيها انطفأت، وليس كذلك. نور الله هذا مثل الشمس، لا تؤثر فيه النفخة، يعني لا يذهب نور الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني سوف يظهر هذا الدين على سائر الأديان، يعني يعلو عليه يتغلب عليها جميعا ولو كره المشركون أن يظهر هذا الدين. فهذا الدين منصور من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخواني، هنا يعني ننظر الآن فيما ربما يقع فيه أو في التنبيهات التي هي عند ورش رحمه الله في هذه الآيات. يقول في مواطن كثيرة الراء ترقق لأنها مفتوحة وقبلها ياء ساكنة. ويوم حنين إذا أعجبتكم، لا ننسى هنا نقل حركة الهمزة إلى تنوين النون هذا الذي هو في أصله نون ساكنة ثم كسرت وفتحت الذال هذه الساكنة بسبب الهمزة المفتوحة، نقلت حركتها إلى الذال فصارت الذال مفتوحة. حنين إذا أعجبتكم. جميل. ثم يقول شيئا لا ننسى هنا اللين المهموز بمقدار 4 حركات على ما اخترناه في التلاوة. وكذلك عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت. هنا التاء بعدها الثاء، هذه تدغم عند عدد من القراء، إلا أن ورشا رحمه الله مثل حفص لا يدغمه، فلا يقول رحبت ثم، وإنما رحبت ثم. هذا يجعلك تنتبه إلى أن تنطق بالهمس، أن تأتي بالهمس دون إدغام ودون سكت. يعني لا تقول بما رحبت ثم وليتم، هذا في عرف القراء يسمى السكت. فأنت تأتي بها بالهمس ثم تصل بعده مباشرة حرف الثاء، تقول رحبت ثم. جميل. ثم بعد ذلك كلمة الكافرين، هذه يقللها ورش رحمه الله منكرة ومعرفة فلا ننساها. نعم. كذلك الحال، هذه الوقوفات إخواني التي ترونها في هذه الشاشة هي عبارة عن كلمة صح يعني اسكت. هذه الوقوفات وقوفات تسمى الوقوفات الهبطية نسبة إلى الإمام الهبطي. والإمام الهبطي اللي هو أبو عبد الله أحمد بن أبي جمعة الصماتي الهبطي، نسبة إلى جبال الهبط في بلاد المغرب. وعلامة الوقف عنده علامة واحدة فقط اللي هي صح. فهو اختار هذه الوقوفات حتى يرتب التلاوة للحزب الراتب للمجموعات التي كانت تقرأ في حلقة، فكلهم واحد طالع واحد نازل، فاختار أنه هو يضع هذه الوقوفات حتى يعرفوا أين يقفوا. فمشى عليها المغاربة، فأهل المغرب وكذلك هنا في مصحف قالون يسيرون عليها. كذلك ولا باليوم الآخر، هذا النقل مع المد البدل بمقدار 4 حركات. وكذلك أوتوا الكتابة صاغرون، ننتبه إلى ترقيق الراء. عزير بن الله نرقق الراء عزير ولا ننونها كما هي في رواية حفص، نقول عزير بن الله، عزير بن الله على رواية ورش. النصارى لما يعني وصلناها بما بعدها، هذه الألف سقطت لالتقاء الساكنين، وفي الحقيقة أن هذه الألف هي التي تمال أو تقلل، فإذا سقطت لا يوجد شيء نقلله، يعني فيسقط هنا حكم التقليل. نقول وقالت النصارى المسيح، متى يثبت؟ إذا وقفنا.
نقول وقالت النصارى. يضاهون كذلك من غير همزة بخلاف رواية حفص يضاهئون، فهنا يضاهون. أن يوفكون، أن بالتقليل ويوفكون بالإبدال. ورهبانهم أربابا، ننتبه للصلة. وكذلك ترقيق الراء في أمروا، أيوة. طيب كذلك يطفئوا نورا، هذا مد بدل ننتبه إليه، يطفئوا نور الله نمد بمقدار 4 حركات. وكذلك نبدل الهمزة في وياب الله وترقيق الراء في الكافرون، ولا نقللها لأنها مرفوعة بالواو، وإنما الذي يقلل هو الكافرين، وكافرين اللي بالياء. وترقيق الراء فيه ليظهره على الدين كله. طيب إخواني، هذه أبرز التنبيهات التي مرت معنا في التلاوة. جميل. طيب إحنا الآن نأخذ المادة ومن كتاب الاستبرق في رواية ورش عن نافع، وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: وفي من النساء إن 3 أوجه. يعني نحن لازلنا في باب الهمزتين من كلمتين، فهذه الهمزتان المتفقتان، ما همزة مكسورة وبعدها همزة مكسورة، متفقتين في الحركة. فماذا يفعل ورش رحمه الله في من النساء إن؟ يقول: الوجه الأول هو التسهيل بين الهمزة والياء، تسهيل النسائهن، النسائهن اتقيتن، هكذا. أو أنه يبدل الهمزة الثانية ياء مشبعة، لأن الأصل سكون النون، النسائهن اتقيتن. أنت ترى هنا أن إن اتقيتن، إن هذه ساكنة، إن اتقيتن، جميل. هذه الألف طبعا همزة وصل تسقط في درج الكلام، فالتقى ساكنان، فحركنا هذا بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، حركنا نقول النون الأولى بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. فالآن هذا التخلص من التقاء الساكنين بالكسر من نساء إن اتقيتن، هذا شيء عارض، يعني ليس أصليا، الأصل هو السكون. وإذا جاء حرف مد وبعده حرف ساكن، هذا يمد بمقدار 6 حركات من قبيل المد اللازم، فيقول من النساء إن اتقيتن، في عدم الاعتداد بالعارض اللي هو المكسور لالتقاء الساكنين. أما لو اعتد بالعارض وقال إن هذا الكسر موجود سواء حتى كان عارضا أو أصليا، فإننا لا يوجد سبب للمد اللي هو الساكن، فبالتالي يكون مدا طبيعيا. نقول من النساء إن اتقيتن بمقدار 2 حركات فقط. فيتلخص عندنا في هذه الكلمة 3 أحوال: الأول هو التسهيل من النسائهن، والإبدال الثانية ياء مشبعة من النساء إن اتقيتن، والثالث من النساء إن اتقيتن بمقدار 2 حركات فقط. طيب ثم يقول: وفي موضعي هؤلاء إن والبغاء إن، كذلك همزتين مكسورتين في كلمتين، 3 أوجه. الأول هو التسهيل، فنقول هؤلاءهن من البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغائهن، جميل، فنسهل الهمزة الثانية. أو أننا في الوجه الثاني نبدلها مدا مشبعا، فنقول هؤلاءين أو البغائين اتقيتن، ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا، عفوا، البغائين أردنا تحصنا. والوجه الثالث هو الإبدال ياء مكسورة، نقول هؤلاءين كنتم، هؤلاءين كنتم، ياء تحتها كسرة، أو على البغائين أردنا، جميل، فننتبه إلى هذا.
يقول وفي البغاء إن، يعني هذه ثلاثة أوجه في هذه الكلمتين، في هاتين الكلمتين. وفي البغاء إن أردنا وجه رابع لدى وصل إن بأردنا، وهو إبدالها ياء تمد حركتين اعتدادا بالعرض، مثل الكلمة السابقة اللي هي من النساء إن اتقيتن، فيزيد هنا وجه رابع فتقول من على البغاء إن أردنا تحصنا. البغاء إن أردنا حركتين فقط أو ستة، بغاء إن أردنا تحصنا. جميل، فهذا إن شاء الله يكون مفهوما. الهمزتين المختلفتين إن شاء الله نأخذهم بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. طيب إخواني، الآن معنا المشاركات التي وصلتنا. نأخذ معنا المشاركة الأولى من أخينا أبو بكر حسن من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أحسنت يا أبا بكر. يا أبا بكر هنا الفاء مرققة، فسوف يغنيكم الله من فضله، فاء ولا تقل من فاء، من فضله، فانتبه إلى ذلك. وما شاء الله بقية التلاوة ممتازة، فتح الله عليك. معنا كذلك أخونا منذر من تونس. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ منذر، تفضل. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. وإياكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. هنا فخم الراء في مواطن كثيرة، لأنك تقرأ على رواية قالون، ففخم الراء في مواطن كثيرة، كثيرة ويوم إن شاء الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بارك الله فيك، فتح الله عليك يا أستاذ منذر، تلاوة ممتازة ما شاء الله. طيب معنا أحمد عصام من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أحسنت يا أحمد ما شاء الله، تلاوة ممتازة جدا، ليس عندي ملاحظات، فتح الله عليك. طيب معنا بلال من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. أحسنت يا بلال، تلاوة ممتازة ما شاء الله. طبعا ربما أن يكون في التلاوة في شيء من التكلف في محاولة إعطاء كل حرف حقه من الصفة والمخرج والمستحق وهما ينتج عن الصفة من الصفات العرضية وغير ذلك. هذا التكلف يستحسن أن ينتهي بعد أن يتمكن القارئ فيقرأ على سجيته، لأن القرآن لما نزل بلسان العرب الذين كانوا موجودين ينطقون بلغته، ونزل للكبير والصغير والذكر والأنثى وكل أحد، يعني يتعلم الإنسان التجويد في بداية أمره يتكلف ولا يبقى على هذا التكلف بحيث أن يكون هذا التكلف سمة من سمات تلاوته بقية حياته، إنما يعني هذا التكلف يتخلص منه، لأن التكلف هذا سمة من سمات المتعلم الذي هو في مرحلة التعليم. أما الذي قد تعلم وبقي في تلك المرحلة يبقى متعلما، هو كل الناس متعلمين لا يزالوا يعني لا أحد يتوقف عن التعليم لا شك يعني، لكن لا يبقى في مرحلة تلك المرحلة. ما شاء الله أنت تلاوتك ممتازة وحروفك متقنة، شوية فقط في يعني بعض التكلف الذي إن شاء الله يزول مع الأيام. فتح الله عليك يا بلال. معنا خالد من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أحسنت يا خالد، بارك الله فيك. في هنا في لقد نصركم الدال مقلقلة وليست مائلة للكسر، لا تقول لقد نصركم، لقد نصركم، لا تكسر القلقلة وإنما أبقها ساكنة مضطربة في مكانها، القلقلة اللي هي الاضطراب يعني، لقد وليس لقد ولا لقد كأنها مفتوحة، لا هي ساكنة ليست مائلة لحركة، بارك الله فيك. معنا كذلك خدري من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا سلام، تلاوة جميلة يا أستاذ خدري، فتح الله عليك. جميل، يعني أنت رجل تصلي التراويح، حلوة واحد يصلي وراك. في أنزل النون بعدها إزاي؟ هذه ترقق في حالة الإخفاء. أنزل، لا تقول أنزل، حاول أن ترقق أنزل. كذلك من فضله، من فضل، لا تقول من فضله، لأنك لو فخمت الغنة ستفخم الفاء كذلك، فانتبه إلى ترقيق الغنة وتفخيمها في حالة الإخفاء، يعني تفخم في حالة إذا جاء بعد النون الساكنة واحد من حروف الاستعلاء وترقق فيما عدا ذلك، فتح الله عليك. معنا كذلك سهيلي من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت يا سهيني فتح الله عليك. وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله، لا تفخم، لا تقل وأقام وأقام ولم يخش إلا وليس إلا، ماشي؟ فانتبه إلى ألا تفخم المرقق وألا ترقق المفخم كذلك، لا شك. بارك الله فيك. معانا صالح أبو بكر من ليبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أحسنت أحسنت يا صالح، ما شاء الله تلاوة ممتازة وليس عندي فيها ملاحظات، فتح الله عليك. معنا عبد الله من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أحسنت يا عبد الله، تلاوة متقنة ما شاء الله. فقط انتبه للمد ألا يزيد عن 6 حركات، يعني أنت قرأت لورش فانتبه أن لا يكون المد، نحن نريد المد 6 فقط، لا تجعله 8 حركات أو 7 يعني. بارك الله فيك فتح الله عليك. معنا كذلك عدنان من الصومال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أحسنت يا عدنان، تلاوة ممتازة فتح الله عليك. معنا عربي أبو حمزة من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أحسنت يا أستاذ عربي. هنا عندك فقط تحاول لابد أن تصفي الحروف من صوت الغنة، يعني لا تقرأ من الخيشوم وعذب الذي، يعني لا تجعل الضغط عند الخيشوم بحيث تخرج الحروف من الخيشوم، ويصاحب الحروف كلها والآيات والكلمات صوت من الخيشوم اللي هو ما يسمى ما نسميه الأخنف، يعني اللي هو كثير من الحروف تخرج من الخيشوم أو يصاحبها غنة، لا يخرج من الخيشوم إلا صوت الغنة المصاحب للنون والميم. فكيف نصفي هذا؟ بأن نضع اليد على الأنف ونتدرب على هذا. مثلا أنا عندي غنة في الواو، أقول يعملون في غنة، ماذا أفعل؟ أضع يعملون، لازال يعملون، انتهت. فأتدرب على هذا، أحاول أن أجعل الضغط لا يأتي في الخيشوم فيما عدا النون والميم. هذه الطريقة مفيدة وذكرها عدد من الأئمة، كل الأئمة الكبار، من أول سيبوي والمهدوي والمكي والداني، ويعني أئمة كثير جدا فذكروا هذه الطريقة، فيمكن أن تلتزمها وتصفي الغنة. وعذب الذين كفروا، الذال تخرج بالضغط، هي حرف مجهور، تقول وعذ عذب، لا تقول وعذب. شوف هنا أنت وضعت طرف اللسان على أطراف الثنايا لكنك لم تضغط الضغط المطلوب، وعذب الذين حتى يأتي صفة الجهر. لو قلت وعذب الذين هنا لم تأتي صفة الجهر، نقصت أنقصت صفة من صفات حرف الذال، تأتي بالضغط فتضغط على الذال مرة أخرى وفتح الله عليك. معنا أحمد مصطفى، اتصال أحمد مصطفى من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. حسنت يا أحمد، ما شاء الله تلاوة ممتازة، لكن انتبه أن تفخم الغنة عند الزيلة، تقول ثم أنزل الله سكينته وأنزل جنودا، يعني لا تجعل التفخيم في الغنة بعد حرف الزاي، لأن حرف الزاي يعني قبل حرف الزاي، لأن حرف الزاي حرف مرقق فترقق الغنة أنزل، فأنت تلاحظ الفرق بين أنزل وبين أنزل. فتح الله عليك يا أحمد، والتلاوة ممتازة جدا، بارك الله فيك. طيب عمر عساف من الأردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أحسنت يا عمار، ما شاء الله تلاوة جيدة يا عمار. هنا الغنة تخرج من الخشوم في حالة الإدغام، تقول شيئا وضاقت، فلم تغني عنكم شيئا وضاقت، لكن لما أقول شيء أو أنا مددت صوتي صحيح أدغمت، لكن لم تأتي الغنة من الخيشوم، والغنة وغنة مخرجها الخيشوم كما يقول العلامة ابن الجزي رحمه الله، فانتبه أن تأتي بالغنة من الخيشوم. بارك الله فيك. معنا كذلك محمد الناصر من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. هنا في حالة الإخفاء عند الكاف، إلصق اللسان في مخرج الكاف وقل عنكم فلم تغني عنكم، وليس عنكم شيئا وضاقت. هات الغنة، أنت قلت شيئا وضاقت تقريبا يعني على حسب ما سمعت، فهات الغنة فيها شيئا وضاقت، وبقية التلاوة جيدة فتح الله عليك. معنا محمد محمود من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا
الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. أحسنت أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك، تلاوة ما شاء الله ممتازة ومميزة يعني. رحبت ثم وليتم، فقط انتبه للهمس أن يظهر قبل حرف الثاء، رحبت ثم وليتم. وكذلك وعذب الذين كفروا، العين حرف مرقق، لا نقول وعذب ع وعذب، نحاول أن نرقق العين. ولا بقية التلاوة ما شاء الله ممتازة وصوتك جميل، فتح الله عليك وبارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، وإن شاء الله تعالى مقررنا في الحلقة القادمة من سورة التوبة من الآية 34 وحتى الآية 37 بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.